السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع شركة Smart Soft Solutions و Advanced Topics عن System Zenda Call Manager. في مجموعة الفيديوهات دي هنتكلم بالتحديد عن Supervisor Dashboard. الفيديو رقم واحد هنشوف فيه Dashboard Management، يعني هنشوف ازاي نقدر نعمل Create Dashboard, Remove Dashboard, Fill and Update Dashboard. أنا بقدر أكسس السوبرفايزر داشبورد في سيستم زندا عن طريق أبليكيشن الأيجنت، وده الأبليكيشن الخاص بالأيجنت والسوبرفايزر. فأنا بعمل لوجن على الأبليكيشن باستخدام الإكستنشن بتاعتي، وبما إني محتاج أكسس السوبرفايزر داشبورد فأنا لازم الإكستنشن بتاعتي تكون متعرفة على السيستم إنها سوبرفايزر. فأنا بأكد مع السيستم أدمن الإكستنشن بتاعتي سوبرفايزر. يعني على سبيل المثال لو جينا على الادمن كيت وشفنا الاكستنشن بتاعتي سي ان هي الاكستنشن رقم 1000 على سبيل المثال، هلاقي في اكتر من ليفل الاكستنشن دي بتاخده. طبعا الليفل دي بتحدد الباور بتاعت الاكستنشن وهل الاكستنشن دي ايجنت او سوبرفايزر. يعني على سبيل المثال ناخدهم سريعا كده، اول ليفل اللي هو النوتيفاير ده عباره عن ايجنت منزوع منه بعض الصلاحيات، بعد كده الايجنت اللي هو النورمال ايجنت اللي احنا عارفينه، بعد كده في تو ليفلز اللي هم السوبرفايزر والمانجر، ودول الاثنين بيعبروا عن السوبرفايزر. الفرق بينهم ان السوبرفايزر بيبقى سوبرفايزر على ديتيرمنت ايجنت او ديتيرمنت اكستنشن وديتيرمنت كيو، لكن المانجر بيبقى سوبرفايزر بابليك على السيستم ككل. يعني انا دلوقتي لو عرفت الاكستنشن 1000 انها سوبرفايزر، نلاحظ هنا في تاب واحده اللي هي البيزك، لو قلنا انها سوبرفايزر الاقي في تاب ثانيه اتفتحت لي اللي هي التشايلد. في الحاله دي انا عرفت الاكستنشن 1000 انها سوبرفايزر، فلازم اقول له انت سوبرفايزر على مين. بلاقي هنا كل الاكستنشنز اللي متعرفه على السيستم، فانا جاست ان انا بعمل تشيك على الاكستنشن اللي انا عايزه يبقى سوبرفايزر عليها، وبلاقي في الناحيه الثانيه في الكيوز المجموعات المتعرفه على السيستم، برضو لازم اعرف له المجموعات اللي هو محتاج يبقى سوبرفايزر عليها. في الحاله دي الاكستنشن 1000 هو سوبرفايزر فقط على النودز اللي انا عامل عليها تشيك دي، يعني يقدر يعمل عليها اكتيفيتي، يقدر يطلع عليها ريبورت، يقدر يحطها في الداشبورد علشان يمونيتور يكنترول عليها، لكن ملوش اكسس او كنترول او مونيتور على اي نود مش متعلم عليها هنا. لكن لو قلنا ان الاكستنشن 1000 هو مانجر، في الحاله دي خلاص مش محتاج ان انا اعرف له تشايلد، وبتتشال النود بتاعت التشايلد ان هو بيكون بالديفولت سوبرفايزر على كل نود او كل انتري متعرف على السيستم، كل الاكستنشنز وكل الكيو. وطبعا الجزء ده مهم جدا في شغلنا، يعني لما اقول الاكستنشن 1000 هي سوبرفايزر، فانا لما اقول له انا التشايلد بتوعي، التشايلد بتوعي هم النودز اللي معمول عليهم تشيك هنا، لما اقول all my child معنى كده ان انا قاصد extension 1001 1002 1003 1004، وقاصد الكيوز رقم 4 خمسات و7 800 7 801. ده كده المقصود بمعنى all my child. لكن لو انا كنت manager، كلمة all my child في الحالة دي بتعني كل الاكستنشن وكل الكيو الموجودة على السيستم. ناخد بالنا من الفرق ده لانه هيبقى مهم جدا اثناء تشغيلنا للداشبورد والكونفيجريشن اللي عاملها في الداشبورد. فخلينا نظبط بعض الاكستنشنز اللي هنشتغل بيها. هنقول الاكستنشن رقم 1000 هو عبارة عن سوبرفايزر، ونقول التشايلد بتوعه في الحالة دي هنختار بعض التشايلد اللي احنا عايزين نشتغل عليهم، سي الاكستنشن دي ودي ودي، ده كده التشايلد بتوعي از اكستنشن. بالنسبه للكيو انا محتاج ابقى سوبرفايزر على كيو اللي هي الكول سنتر 7800 واعمل سيف. نعرف اكستنشن ثانيه علشان نجرب بيها اللي هي ال 1001. ال 1001 في الحاله دي هنقول انها مانجر، وطبعا مش محتاجين نقول في المانجر هي سوبرفايزر على مين، لانها زي ما قلنا بالديفولت سوبرفايزر على كل الاكستنشن وكل الكيوز اللي موجوده عندنا في السيستم. انا كده في عندي تو اكستنشنز اقدر استخدمهم از سوبرفايزر، واحده 1000 دي ليميتد سوبرفايزر على بعض الاكستنشن وبعض الكيو، وفي بعد كده 1001 دي مانجر على كل السيستم. فنرجع تاني للايجنت ابلكيشن ونعمل لوجن، حاليا نعمل لوجن باكستنشن 1000، والباسورد بتاعتنا نحط الباسورد اللي هي بالديفولت بتكون 1000 لو يوزر ما غيرهاش. فاحنا كده عملنا لوجن على الاكستنشن، ودي البرايفت داشبورد الخاصه باليوزر ده اللي هو اليوزر 1000، دي الداشبورد الخاصه بيه از ان ايجنت، احنا مش هنتكلم عليها في الفيديو ده، لكن اللي يهمنا دلوقتي هي التاب بتاعت الداشبورد. لو بصينا على الداشبورد هي بالديفولت مفيش اي داشبورد متعرفه على اليوزر ده، وبالتالي انا محتاج الاول اعمل كرييت لداشبورد. في عندي هنا الداشبورد مانجر، هعمل كليك عليه بيقول لي حط رقم او اسم الداشبورد اللي انت عايز تعمل لها كرييت، سي مثلا اقول له دي اي حاجه تيست 1 واقول له اد،
ممكن احط داشبورد تانية اقول له مثلا تيست 2، اوكي، ممكن ثالثة، ممكن رابعة، ممكن خمسة، اي عدد من الداشبورد انا بقدر اعرفه، مفيش اي مشكلة خالص. وطبعا النيمز احنا كاتبين تيست، لكن في الغالب النيمز احنا بنديها نيم معبر عن الكونتنت اللي هتبقى موجودة داخل الداشبورد دي. يعني على سبيل المثال لو انا عايز الداشبورد دي علشان امانج بيها على مجموعة الكول سنتر، فانا ممكن اسميها كول سنتر، بحيث يبقى اسم الداشبورد معبر عن الفانكشن والاكتيفيتي اللي هي هتقوم بيها. سين انا هكتفي بالثلاثه داشبورد واقول له اوكي، هلاقي هنا في المنيو بتاعتي اضاف الثلاثه داشبورد بتوعي اللي هم تيست، تيست 2 والكول سنتر. اي داشبورد اقدر اكليك عليها وادخل جواها بعد كده، يعني عندي دي تيست، دي تيست 2، دي كول سنتر. طبعا بالديفولت اي داشبورد انا بعمل لها اد بتنزل فاضيه بالشكل ده، وانا بقدر املا الداشبورد باستخدام عدد من البري اسايند ويدجت الموجوده عندي زي ما هنشوف سريعا دلوقتي. يعني انا من المنيو الرئيسيه هنا داخل الداشبورد نفسها اقدر في عندي تو اوبشنز، اد نيو ايتم وسيف لاي اوت. طبعا سيف لاي اوت بتعمل سيفنج للاي اوت اللي هيكون اتعمل على الداشبورد. انا حاليا مفيش لسه اي لاي اوت اتعمل، فانا الاول هقول له اد نيو ايتم. طبعا لما بعمل اد لنيو ايتم داشبورد بلاقي مجموعه من البري اسايند ويدجت انا بختار منها. طبعا كل ويدجت بتعمل فانكشن معينه وبتدي لي وظيفه معينه وبتدي لي معلومه معينه. احنا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنشوف كل الويدجتس دي بالتفصيل، وهندخل فيهم واحده واحده وهنضيفهم ونشوف ايه اللي بتقدمه لي كل ويدجت من الويدجتس دي. لكن انا حاليا في الفيديو ده انا جاست ان انا بس يعني هنضيف اي حاجه علشان نشوف اللاي اوت ازاي بقدر اكنترول عليه. سي مثلا اقول له دي اسمها لايف كول، اقول له كده لايف كول، لازم اديها اي نيم، نفس النيم، واقول له مش هحط اي بارامتر او اي حاجه واقول له اوكي، فبتضاف عندي بالشكل ده. هاجي بعد كده اقول له اد نيو ايتم، اي ويدجت تانيه مش مشكله ايه نوعها، مش مشكله ايه، انا مش هدخل في تفاصيلها دلوقتي. سي مثلا لايف اكستنشن واقول له لايف اكس تي. هنا هنلاحظ بس في الويدجت نفسها ان الويدجت فيها اكتر من فيلد. يعني انا اول حاجه لازم ادي للويدجت دي نيم، بعد كده التايب بتاع الويدجت بختارها من البري اسايند ويدجت اللي احنا هنشوفهم بعد كده بالتفصيل. في بعد كده السايز، السايز ده هو لو قلنا دي السكرين نفسها بتاعتي او شاشه العرض بتاعي، فالسيستم مقسمها لي ل 12 يونت، فانا لما بقول له السايز بتاعها 6 معنى كده ان انا بقول له هي هتاخد 6 على 12 من الويدث الموجود، يعني نص السايز. كيف انا ممكن بعض الويدجتس محتاجه مساحه كبيره شويه ممكن توصل ل 12 كاملين، بعض الويدجتس بتكون مش محتاجه مساحه كبيره فممكن اقللها، فحسب نوع الويدجت اللي احنا هنشوفه انا بديها المساحه المناسبه ليها. في بعد كده الكيز بيقول لي انت عايز الويدجت دي تبص فيها على التشايلد معينه ولا عايز تبص على all your childs. افكركم تاني all your childs في الحاله دي حسب نوع الاكستنشن بتاعي او حسب نوع السوبرفايزر اللي انا واخده. لو انا سوبرفايزر على بعض النودز وبعض التيرمينال، فلما بقول له all my child معنى كده ان انا ببص على الاكستنشنز والكيوز اللي متحدده لي ان انا اقدر ابص عليهم. لكن لو الاكستنشن بتاعي مانجر في الحاله دي all childs معناها كل الاكستنشن وكل الكيو الموجوده على السيستم. طبعا انا عامل لوجن دلوقتي باكستنشن 1000 اللي هو متعرف كسوبرفايزر وليه بعض الاكستنشن وبعض الكيو، فاول ماي تشايلد في الحاله دي معناها الاكستنشن دي والكيو دي تحديدا. لو انا مثلا لا عندي تشايلدز كتير وانا مش عايز ابص على كل تشايلد في الشاشه دي، فانا ممكن اشيل التشيك من على اول ماي تشايلد وابتدي احط انا رقم التشايلد بايدي. يعني انا عايز ابص مثلا على الاكستنشن 7001 واقول له اد 7002 واقول له اد. طبعا لازم الاكستنشن او الاي دي اللي هحطه هنا يكون من التشايلد اللي متعرفه ليا. انا مثلا مش متعرف ليا تشايلد 5000، فهحط ال 5000 هيقبل مني عادي، لكن لما تيجي تشتغل الداشبورد نفسها هو هيكنسل ال 5000 لان هو مش within my child، وهيبتدي يعرض لي باقي التشايلدز بس الموجود. سي مثلا 7003 على سبيل المثال، هم دول الثلاثه او الاربعه تشايلد اللي انا عايز ابص عليهم. لكن لو عايز ابص على كل تشايلد بتوعي انا جاست ان انا بقول له all my child. بعد كده بلاقي هنا خانه ثانيه، الخانه دي بتتغير حسب التايب بتاع الويدجت اللي انا اخترته. يعني على سبيل المثال انا هنا اخترت لايف اكس سي، فبلاقي الفلتر بيقول لي انت عايز الفيو تايب ديتيلز ولا مش ديتيلز. لكن لو اخترت اي ويدجت تايب تانيه هيقول لي الاقي فيه فلترز تانيه، حاجات تانيه اضافت عندي انا بختار منها، فدي هنشوفها ريليتد تو اتش ويدجت تايب. اوكي، يبقى انا سريعا كده انا هضيف دلوقتي دي كمان واقول له اوكي، واضيف ويدجت ثالثه اي نيم، اني نيم،
اي تايب مش فارقه معايا خالص، واقول له برضو اوكي، مش شرط احط اي بارامتر مظبوطه دلوقتي، واضيف ويدجت رابعه واضيف ويدجت خمسه وهكذا. الويدجتس دي كل ويدجت بعد ما بضيفها اقدر اعمل عليها اديت، يعني كل ويدجت فيها المنيو الخاصه بيها اللي اقدر اكليك عليها واقول له ريفريش للويدجت طبعا، او ريموف للويدجت لو عايز اعمل لها ريموفنج من الداشبورد نفسها، او اديت بتدخلني على صفحه الايديتنج الخاصه بالويدجت دي لو عايز اغير في السيتنج، او عايز اغير في النيم، او عايز اغير في التايب، او في اي بارامترز ريليتد للويدجت دي. يعني على سبيل المثال الويدجت دي دلوقتي احنا اديناها سايز 6، فهي خدت بالفعل نص سكرين، لكن انا شايف ان الويدجت ما فيهاش داتا كتير محتاجه الويدث ده كله، فانا ممكن اصغرها شويه فاقول له اديت، لا الستة دي ممكن نخليها خمسة، ممكن نخليها أربعة، وات ايفر، أقول له أوكي، فبلاقي بالفعل حجمها صغر شوية، وهكذا بقدر أعمل إيديت في أي ويدجت بعد ما بعمل لها إضافة، أو حتى أقدر أعمل لها ريموف لو أنا عايز أعمل لها ريموف. بعد كده ترتيب الويدجتس ده نفسه أنا هي دراج أند دروب، يعني أنا لو عايز أغير الترتيب جاست إن أنا بعمل دراج للويدجت، بتتغير الترتيب وبتتغير الويدجتس طبعا بعد ما بعمل ابلاي للاي اوت او تشينج اللاي اوت بتاعي. ما انساش ان انا قبل ما اخرج من الداشبورد دي لازم اقول له سيف لاي اوت، سيف لاي اوت، وخلاص حفظ اللاي اوت ده. انا دلوقتي لو خرجت من الداشبورد دي على اي داشبورد تانية طبعا ممكن يكون فيها داتا او اشتغل فيها، وجيت بعد كده هرجع للداشبورد دي هلاقي عرضها لي بنفس اللي اوت ونفس الكونفيجريشن اللي كانت موجوده. طيب لو انا عايز اشيل اصلا الداشبورد دي، يعني سي مثلا تيست داشبورد انا مش محتاجها، فيها ويدجت او ما فيهاش انا مش محتاجها دلوقتي، فبسهوله بدخل على الداشبورد مانجر هلاقي دي كل الداشبورد الموجوده عندي، اي داشبورد بعمل هوفر عليها بلاقي فيه التو اوبشنز دول اللي هم اديت وبلاقي فيه ديليت. طبعا اديت هنا اسمح لي بس ان انا اعمل اديت للنيم بتاع التيست، يعني دي تيست مثلا اخليها تيست 1 واقول له اوكي. اوكي هلاقي بالفعل النيم بتاعها اتعدل لتيست 1، لكن لو عايز اشيلها خالص برضو هكليك على الداشبورد مانجر واجي على التيست 1 واقول له ديليت، هيقول لي ديليت للويدجت دي واقول له اوكي، فبتتشال الداشبورد نفسها. انا كده قدرت اعمل اد للداشبورد او مالتي داشبورد، وعرفت ازاي اقدر املا الداشبورد بالويدجتس المختلفه، وازاي امانج الويدجتس داخل الداشبورد ترتيبها وبعض البارامترز اللي فيها. ان شاء الله ابتداء من الفيديو الجاي هنبتدي ندخل بقى جوه انواع الويدجتس دي كلها، ونوع نوع هنبتدي نشوف كل ويدجت من دي بتديني اي كنترول وبتعرض لي اي بيانات. ده إن شاء الله هنشوفه في الفيديوهات الجاية.